وصافي هادشي اللي وقع. بزاف الحوايج احسن حاجه ان العلاقه المهنيه تسال، ولكن العلاقه الشخصيه انا ما عندي، انا من جهتي ما كاين حتى شي مشكل، من جهتي بالعكس باقي صحابي، باقي كنهضروا، باقي كنقعد مع الزملاء اللي كانوا معايا في ويلو فاز، مازال كنهضر معاهم وجا نضحكوا، وكون ما كانش الكونفينمون كون حنا كنتلاقاو. دونك ما بيرسونيل ما كاينش مشاكل، ولكن في الكوتي بروفيسيونيل وصلنا لواحد المرحله اللي ما يمكنش نكملوا، ما يمكنش نبقاو على وفاق، وما يمكنش واحد المساله اللي ضمنوا عليه الصحفيين كاملين كيشونجيو المناظر الاعلاميه، كرهتهم قناه تلفزيون اخرى، ممكن يمشيو للجريده الورقيه الالكترونيه، ممكن يمشيو يديروا بروجي ديالهم. يعني صافي في لو مون ديال جورناليست كاين المساله بحال ان جوغ بروفيسيون دو فوتبول، رونالدو كان معاهم بروفيسيون ومشى للمغرب، صافي با انه هذا بروبليم. هي با فورسيمون، فهمتي، ماشي مسألة محمودة أن الرياضة المنبار ولا سميشو ولا حاجة مزيانة لك في الكارير ديالك، وماشي خايبة في نفس الوقت، واش فهمتي كيفاش؟ ولكن الأهم هو أنك أنت والطاقم اللي كتخدم معاه خص يكون بيناتكم واحد الوفاق، تكونوا متفقين على بزاف الحوايج، وتكونوا كتشوفوا الأمور من نفس الزاوية، وتكونوا كتشوفوا الحوايج بنفس الطريقة. سينو غادي تولي واحد كيشرق وواحد تيغرب، وغتولي كتطلب منك شي حوايج اللي أنت ما مقتنعش بها. فهاد الحالة ما يمكنش. انا بيرسونيل ممكن ربما كاين الناس اللي يقبلوا على القضيه، ولكن انا بيرسونيلمون كنقول صانع المحتوى هو اللي كياخذ القرار ماشي العكس، باش نمشي يعني اللي كيصنع المحتوى هو الفيزيون الاولى ديال المحتوى كتكون في دماغه هو، ما يمكنش انت تصنع محتوى وتحطه في الاخر يجي مثلا واحد اللي يقول لك هاش خصك دير وهاش خصك دير، الوغ كل الفكره ديالك، واش فهمتي كيفاش؟ ما كاينش شي واحد اللي انا ربما تقدر تسول كاع الدراري اللي خدموا معايا ميم المونتاج في الحلقات الاولين ديال اي كونسيبت جديد انا اللي كندير، علاش؟ باش كنضمن ان الفيزيون ديالي تبقى تعلمت المونتاج، تعلمت كاع داكشي باش نولي نمونطي راسي الحلقات الاولين، واش فهمتي كيفاش؟ باش الفيزيون نضمن ان في دماغي تبقى هي تبقى اصلا فورسو سينو ما واخا تعيا تشرح، فهمتي؟ دابا انا عندي بزاف ديال الافكار نشرحهم لك بالهضره ما غتفهمنيش محمد امين، ولكن الا درت لك واحد البروتوتيب وصايبت لك الفكره وقلت لك ها كيفاش غتخرج في الاخر وشفتي انت البرودوي فينال غتفهمها، واش فهمتي كيفاش؟ باش تخرج برودوي فينال خصك تخدمو بيدك. انا عندي لك سؤال، شكون ما كاينش رياليزاسيون، كاينه كاميرا محطوطه زعما ما كاينش بزاف الرياليزاسيون، الرياليزاسيون بتاتر كتكون في ديك البارتي الاولى اللي كتكون ديك الفقره الاولى اللي كتكون قبل ما يطلع الانترو، قبل ما تبدا الحلقه هذيك تما كتكون رياليزاسيون. شوف رياليزاسيون واحد الساعه اللي كنتكلف بها، لان فعل الكونشينمون دابا يلاه معايا جوج دراري في ليكيب هما اللي جالسين اونصامبل وشنخدموا اونصامبل، دونك مالوريزمون ما كاينش ليكيب كبيره اللي كتخدم معايا دابا، ما يفهمش كل واحد كيدير لاطاج ديالو. الدراري تبارك الله اللي معايا دابا راهم زعما من بارمي لي ميور في المغرب، لا في المونتاج، لا في التصوير، لا في لا رياليزاسيون. مي كيما قلت لك انا كنفضل ان الحلقات الاولين ديما في اي كونسيبت جديد كنوقف عليه بيدي، عاد من بعد الدراري غادي يكملوا الخدمه. Pratiquement d'abord, les écoles supérieures de journalisme du Maghreb qui préparaient aux Sahafi Chemin, les connaissances, les montages, les sonores, l'éclairage, et un peu le contenu. Avec les gens qui sont journalistes, reporters d'images, gérés. وي هذا دابا هو كيكون صحفي كيلعب دور ديال وحده متنقله، هذه مزيانه ربما مزيانه لاصحاب استثمارات في مجال الاعلام، لانك كيلقى شخص واحد كيدير الخدمه ديال ثلاثه الناس، ولكن كيفاش هي مرهقه بزاف. انا جربت نكون جاري في واحد الوقيته في فبراير، كنت جورناليست ريبورتر، انا اللي كنصور وانا اللي كنمونطي وانا اللي كندير الماده كامل وانا اللي كنكتب المقال في الاخر، باش نمشي كيفاش. مزيان ان كراس هذيك البيريود تعلمت المونتاج، تعلمت حوايج اللي نافعيني دابا. زعما كون رجع بيا الوقت اللور وقالوا لي واش تبقى جورناليست ولا تكون جورناليست ريبورتور ديماج، غنقول لهم نخدم جورناليست ريبورتور ديماج ونتعلم المونتاج ونتعلم بزاف الحوايج اللي غادي ينفعوني من بعد، لان جوستومون حنا هما نفعوني دابا، نفعوني بزاف دابا. فوقاش ان شاء الله تكون حلقه اخرى في
الكونسيبت ديال البروفيسور فوقاش حطها اثنين كل اثنين دابا كل اثنين وهاد السيمانه انا غادي نكون معكم غادي نكون معكم صريح. هاد السيمانه هادي كانت عندي بزاف ديال الخدمه حتى لدابا اليوم السبت الحلقه غتلاح اثنين حتى لدابا ما عرفتش الموضوع ومازال ما تصورتش الحلقه ومازال ما تكتباتش ومازال ما تمونطاتش ولكن انا كنوعدكم ان اثنين غتلاح زعما باش نكونوا انا راه مقدر ما ننعش ولكن اثنين ان شاء الله غادي تكون الحلقه في سميتو. انا كانت عندي خدمه بزاف هاد السيمانه داكشي علاش عندي الوقت باش نوجد الحلقه ولكن كنوعدكم اثنين غتكون الحلقه مليوحه واخا نعرف ما ننعش هذا هو اللي كاين. الاعلام خصوصا الالكتروني في المغرب بغيت نعرف واش اشرف هو موصول وي لاف بوز تمام اشرف ماشي هو الموقع موصول اللي كان في وي لاف بوز تيدير برنامج ديال لا امل تمام تيجي ونسولو شخصيا واخر هذا ماشي مشكل خذي راسك واش اشرف هو مرض الصوت ولا بس تمام ما صرف التنشيط هو اللي كان كيدير البرنامج ديال لا لا وي لوف بس افيكتيفمون دابا عندو كونسيبت عندنا مرحبا خويا اشرف الله يحفظك عندنا واحد السؤال اصلا قال لك واحد من المشاهدين واش ما كتشوفش بليك المده ديال الحلقات ديال البروفيسور بور لانستون لا بور لانستون خص يكون مده قصيره باش يكون سهل الاستهلاك باش يكون المحتوى غيتستهلك دغيا فهمتي الناس ما تملش لانه انفورماتيف ماشي ديال الضحك فهمتي دونك هو فيه يمكن تخافش لا ماشي مشكل يمكن كثرة المعلومات اللي غتكون فيه تخلي المشاهد يمل الى طوال المده جوستومون هادشي اللي كيوقع ليا مثلا انا بيرسونيلمون في الحلقات ديال الدحيح وهذا واحد الفرق مع عاوتاني من الفوارق دابا الحلقه ديال الدحيح انا كنتفرج فيها على 3 ولا 4 المرات واش فهمتي كيفاش كنتفرج اش اللي كنحس بدماغي تسد كنزار من بعد عاد كنعاود نرجع نكملها فهمتي دونك هذه هي الحاجه اللي ما بغيتهاش توقع في البروفيسور بغيت الناس يتفرجوا من البدايه حتى الاخر بلا ما يضطروا انهم مثلا يمشيو تيعاودوا يرجعوا يتفرجوا في الحلقه حاليا البروفيسور خصو يبقى في هذاك
في هذاك الوقت ديال 4 دقائق 5 دقائق، و جو بونس كو راه مده طويله حتى 4 دقائق 5 دقائق. هذه من جهه، من جهه اخرى ملي كيساليو ليا المعلومات ما يمكنش نعمر الحلقه باش ما كان، واش فهمتي؟ الا صافي سالوا المعلومات راه سالوا المعلومات، ما عنديش كيفاش ندير. يمكن يكون حتى الا كان شي موضوع اللي ما غاديش تكفيه، فيه جوج ثلاثه ديال الدقائق ولا اربعه ولا خمسه ديال الدقائق، يمكن يكون الموضوع فيه جوج الاجزاء، تكون حلقه فيها جوج الاجزاء، جزء الاول جزء الثاني. ولكن ما يمكنش تكون حلقه من اللي كيسول كاينين خويا قصر قال لك واش الحلقه ديال اليوم الاثنين غتكون حتى هي على علاقه بكورونا فيروس؟ هذا واحد من اللي كيسول. والحلقه اللي فاتت ما كانتش عندها علاقه بكورونا فيروس، والحلقه الاولى ما كانتش عندها علاقه بكورونا فيروس، ما لحد الان الحلقه اللي تبوستها ما عندها حتى علاقه بكورونا فيروس. الحلقه الاولى كانت على الوحده، على لا سوليتود، شنو هما ان الوحده ممكن تقتل، ممكن تخلي الناس يموتوا. انت علميا كتقول لك ان ممكن توصلك لواحد الحاله ديال الاكتئاب اللي تخليك تنتحر. الحلقه الثانيه كانت على تيك توك، على شنو هما الاضرار ديالو على المراهقين. ما حتى حلقه سميتو انا ما بغيتش. شوف انا وليت كنتجنب انني ندوي على كورونا فيروس، لان بارك اخويا راه الدماغ ديالنا صافي تساتورينا، فهمتي؟ بزاف ديال بزاف ديال الباد فايبس اللي كتلقاهم فيما كدور كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس. الناس خصهم واحد شويه يكونسوميو حوايج اخرين اللي ما عندهمش علاقه بهذا السوجي اللي دار، لان فريمون راه النفسيه ديالنا كتاثر. دونك انا لحد الان نقول لك دابا هذه واحد السيمانه ما بقيتش نتبع شحال ديال الحالات كيتزادوا ولا شحال كيتنقصوا ولا شحال، ما بقيتش نتبع، تنقول وصافي في الله واحد النهار غادي يعفو على الناس بزاف وصافي. الحاجه الوحيده اللي كنا درنا على كورونا فيروس هذيك حسيت بانني خصني نديرها هي واحد الانيماسيون، هذاك اور سيري، هذاك ماشي كونسيبت ماشي برنامج، من غير واحد الانيماسيون اللي جوستومون هذا الشيء كان طاح ليا في بالي وانا نطبقها. فهمتي كيفاش؟ كنت جالس كنقول تخيل كيفاش غادي نحسوا حنايا ملي نسمعوا بلي المغرب فيه زيرو صفر حاله، كيفاش غادي يكون الاحساس العام؟ كيفاش غادي نبدا نتخيل في داك الشيء؟ كتبت السكريبت، درت لا فوا اوف، الدراري تبارك الله عليهم خدموها في الانيماسيون، داروا واحد الخدمه زوينه وحنا. ولكن هذاك اور سيري ماشي كونسيبت، يعني ما غاديش يتعاود مره اخرى ولا غيكون كل سيت حلقه. فوالا من بين الكلام اللي كاين عندهم علاقه بالفوا اوف وبالستوب ديالك، قال لك واش كدير ديزافي على الفوا ديالك في البرفورمانس ديال الصوت ديالي؟ واش كان دي زيرتي كيديروا لهذاك الصوت ديالك؟ واه شوف الطريقه الوحيده باش نجاوب جواب مقنع هي انني ندوي معاك بلا فوا ديال مود الصوت. قال لي دابا راه ندويت معاك بلا فوا ديال مود الصوت، بلا اف بلا والو. ما كاينش اف، هذيك لا فوا ديالي فهمتي، محمد امين فين صافا، انا فرحان حيت انا معاك في اللايف، ما كاين لا اف لا والو، صوتي بحال هكا. ماذا جاوب؟ احسن طريقه بالسلوك ديالي، برافو ليك. ملي كيسول اللي كاين قال لك واش انت من كازا وي؟ لا دوريزين ماشي ولد كازا، ولكن تزاديت وكبرت فيها. ما اللي وي انا تونسي دكالي. تونسي دكالي؟ انا دكالي من الوالي. جديده هي عندنا جذور تونسيه في العائله. انا دكالي اخويا، عندنا حد تفرج عليه. واه شوف هذوك كتبقى غير انتسابات وصافي، ما فهمتي؟ حنا كاملين ناس وكاملين كيجمعنا لواء الانسانيه، اما اللي كتبقى انتسابات فهمتي، كازاوي ماشي كازاوي، وما كنظنش واش كاين الى جينا نشوفوا التاريخ، ما كنظنش واش كاين شي واحد كازاوي اوريجينال، كاين شي حد اللي يقدر يقول لك انا من سكان كازا الاصليون. كازا مدينه مستحدثه، مدينه جديده فهمتي، ما كانش تجمع سكني، هي كانت واحد البلاصه اللي جاوا ليها الناس من مختلف الارض ديال المغرب. وحتى لدابا جو بونس الناس اللي ساكنين في كازا ما كاينش شي واحد فيهم كازاوي دوريجا، كلهم حضارات وحده. ما كانتش ايوا المدينه اللي دارت جولي الناس من مختلف ابو المملكه، يعني ما عندهاش، هي ماشي مدينه عريقه، واش فهمتي؟ كازا ماشي مدينه عريقه مقارنه.
مقارنه مع بزاف ديال المدن اخرى بحال مراكش فاس.